Today we're going to talk about chapter 26. Chapter 26 talks about mechanical ash fasteners. We're going to talk about the bolts, preloads, and bolted joints and washers. Bolts, the photo in the next slide shows a common fastener or fixing اللي هي بنسميه الحاجة اللي بتربط الرابط اللي بربط حاجتين يا اما بدنا نربطه بالحام يا بدنا نربطه يعني حاجة ندخلها في بعضها بسموها plugged in يا اما في ايش في برغي هاي الثلاث شغلات او مسمار احيانا برضو هذا يعد من الفاسنرز or fixing a bolt with a nut البرغي اللي له ايش سمونه هذا بنسميه بولت bolts have threads grooves on the outside of the bolt shaft or shank عاده البرغي ايش له في حواف مسنونه كويس الحواف المسنونه هذه اللي هي threads بنسميها الحافه المسنونه والgrooves اللي هي ايش في حاجه بارز وحاجه نازله تعرف الحافه ايش بيبقى فيها الحافه الحاده بتلاقيها بارزه وفي جنبها ايش عشان تبين هاي في جنبها شيء منخفض مسافه منخفضه يعني لما تطلع عليه شكل البرغي الجسم تبعه بيبقى زي هيك الان هذه بيبقى في سن اذا خلينا هاي الراس بشكل عام هنا هذا الجسم بتلاقيه مسنن مظبوط هذه الحافه هذول الحواف بنسميها تريدز والجروفز اللي هي ايش اللي هي اللي هان المفرغه في حاجات ايوه المفرغه هذه بنسميها الشافت او الشانك هذه بنسميها الهيد كويس طيب الايد هذا الدراع هي الشافت which runs around the shaft in a helical pattern helical pattern بتعرفوا ايش الهيليكال ايش هو شوفوا حفة الدان كيف شكلها مش دائرة مائلة هذا بسميها helical ايوة حلزوني the threaded shaft allows a nut which has the threads inside it to be screwed into the bolts الان اذا بتسمونا ايش فيها مفرغة بنفس الطريقة مظبوط فيها حواف من الداخل فعشان هيك لما نحطها ونلفها بتركب مع مين مع البرغي الموجود عنده اوكي by turning motion the thread inside to be screwed onto the bolt by turning a turning motion لما نلفها نحركها بشكل دائري بتلبسها nuts usually have a right hand thread الآن في عندي نوعين حاجة بنسميها left hand thread و right hand thread يعني بنقول عنها هذه اللفة تبعتها بتبقى في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة right hand هذه screwed by turning them clockwise في اتجاه عقارب الساعة بنسميها هذه إيش clockwise أو right hand إيش thread and unscrewed by turning them anti-clockwise هاي الانتي-clockwise اللي احنا بنسميها عندنا مصطلح معروف الكاونتر كلوكوايز هي anti-clockwise anti معناتها ضد اذا انا بروح في اتجاه عقارب الساعة ايش ضدها عكس اللي هي بنسميها كاونتر كلوكوايز او anti-clockwise هذا الانتي لما نحزق بنعمل ايش تايتن بنعمل كلوك وايز بدنا نعمل لوسينج ديم نعمل ايش انتي او كاونتر كلوك وايز however in some situation left hand threads are used الغالبيه ايش رايت هاف بس في حالات معينه ممكن يكون ليفت هاف هاي البرغ اللي بنحكي عليه هاي تريد هاي الشافت هذه الايش الهيد الموجوده وهذه اللي سميناها ايش النتس هذه سميناها سبانير اللي هو المفك او المفتاح اللي عندي اللي بنستخدمه هذا اللي سميناها هيكس كي او بسموها الين كي اللي هي بنسميها العفريته
عند المفتاح اللي بيدخل في الراس، لما الراس تبقى مخزوقة بشكل معين بيدخل المفتاح فيها، فهذه بنسميها اللي هي الهكس كي أو ألين كي، تبقى الراس مفرغة على شكل معين. كلكم شفتوهن هدول. في برضه نوع تاني، هذا هي حسب التفريغ. الآن هم بيتكلموا عن نوعين، النوع للرأس اللي شكلها ثماني هكساجونال، والتفريغة ثمانية اللي بنتكلم عنها أنا. Most bolts have heads with hexagonal perimeter, hexagonal heads or hex heads. يعني الشكل تبعها شكل الرأس هنا ثماني. These allow a spanner to turn them. المفتاح هذا لما بدنا نحزقه بنستخدم المفتاح الموجود. Heads can also have a hexagonal hole in their top. يعني تبقى مفرغ فيها زي ثقب على شكل ايش؟ شكل ثماني. Called socket head. الساكت اللي هي ايش؟ الجسم المفرغ، هاي الساكت اللي بنسميها. This allows a hex key or Allen key to fit into them. يعني لما ندخل المفتاح فيها نقدر نلفه، بدونه ما نقدرش نستخدم. هذا طبعا اصعب الانواع اللي بنشتغل عليها، لانه هذول زي ما حكيت دائما بدك تكون عندك عدة تانية لهذا المجال. A nut is screwed into a bolt. A bolt can be screwed into the threaded hole. يعني هذا النتس عادة ايش بيصير فيها؟ screwed into the bolt، يعني بنلزقها او بنلفها بالبرغ، يعني بنسويها على البرغ. والبولت كان بي سكرود انتو ذا تريدد هول. احيانا في عندي ايش؟ ثقب، والثقب هذا ايش موجود فيه؟ هو مفرغ على شكل ايش؟ مش دائما لازم يكون عندي سمون، احيانا بدخل في عندي ثقب، والثقب هذا معمول له مفرغ ك للبرغ يدخل فيه، فهذولا برضه نوع ثاني من الموجود. الآن preload in bolted joints. إيش اللي preload ها؟ Turning force called torque is applied to bolts to tighten them. That is to make them grip tightly. عادة في عندي عزم أو قوة. القوة هاي لما أنا بدي أحزق البرغي، هذا إيش بسميها؟ torque، أو بسميها إيش؟ turning force. أنا في قوة أو عزم بعمله لأحزق البرغي. As a bolt is tightened, the tension stretching force in its shaft increases. إذا بتلاحظوا لما أنا أحزق في البرغي، حتى إذا بتحسوه أحيانا بسخن. هذا لاحظ هذه الشغلة؟ لأنه السخونة هذه من إيش؟ من القوة الحزق اللي موجود هذا. الآن هذا بيسوي ضغط التنشن. التنشن هذا ممكن يولد حرارة. In its shaft increases and the components being bolted together are pressed tightly together. إيش اللي بيصير فيهن؟ هم بنحزقوا أو بنضغطوا يعني بشكل جامد مع بعض. Tightly. Tight يعني إيش؟ بحزاقة، يعني بنحزقوا مع بعض. This pressing force is called preload or clamp load. هذه اللي بنسميها الإيش؟ القوة اللي هي preload، القوة الضاغطة، أو الكلامب اللي هي الكلامب. إيش بسميه لما نيجي نحط حاجتين مع بعض؟ بنسميها كلامب، يعني أنا ربطتهم في بعض أو ضغطتهم على بعض، فهذا بسميها كلامب لود. Also if enough preload is applied, friction between the components will prevent them sliding in different direction. لو أنا حطيت قوة كافية فيهم مش هيروحوا في اتجاهات مختلفة، يعني هيضلهم ايش؟ ملزقين مع بعض، ما فيش حاجة حتروح للتاني. This is an advantage as sliding object decides of bolts to shear force, the scissoring force which can cause them to break in
ستيل ستراكشر تو بريك. عادة لو أنا حطيت قوة زيادة على اللازم إيش بدي يحصل فيها؟ أيوة بتلاحظ إنه البرغي بنكسر أو الجسم بنكسر. في حاجة من التنتين، واحدة من التنتين حتنكسر، يا البرغي يا الجسم، وهذا بتحصل معنا كثير. بتلاقي حالك بتحزقي بتحزقي فجأة بتفرط اللي أنت بتحزقي فيها. أيوة إن steel structure bolts that apply high preload to prevent sliding are called high strength friction grip bolts. هدول إيش النوع تبعهم؟ بيبقى بتحمل هايو هاي strength قوة عالية friction grip. الفرينج الجريب اللي هي إيش المسكة، وفريكشن الاحتكاك، يعني هذه بتتحمل ضغط عالي لما انت بدي، لانه الاستراكشر انا ايش بدي؟ بدي احزق جامد، فبديش اي حاجه. مثلا تطلعوا على عجل السياره، حدا فيكم شاف كيف بيبقى محزوق؟ فعجل السياره بتلاقيه لو كان رخو مش محزوق جامد ايش بصير؟ العجل بفلت. وانت تصور وانت ماشي العجل يفلت. طيب the amount of torque applied to bolts can be adjusted using torque wrench. الان في العامية خلينا نقول اي مفتاح بنحزق فيه البراغي شكل الثمانية هاي عند الامريكان كان بسموه رنش. الان المقصود في الرنش هان تتذكروا في حاجة بنسميها المفتاح الفرنسي، ايوة اللي هو شكله زي هيك وبتضلنا نعدل فيه، فهذا هو ايوة اللي زي الاف، مش الاف، لا الاف انجليزي بسموه الانجليزي، الاف زي هيك وهنا اللي بتحزق. الفرنسي اللي هو ايش؟ وهنا في عند الحاجة اللي في النص هذا اللي بنسوي فيها، هذا الايش؟ المفتاح الفرنسي، هذا اللي بسموه الرنش. فالرنش هذا ايش بتعمل فيه؟ بتحزقه وبتقدري تحسي قديش محزوق، مظبوط؟ اذا حدا فيكم جرب. فالبنات عادة قليل اللي بيجربن فيه. لا مش زي الزرادية، هذا مفتاح تاني لونه دائما حتى بتلاقيه سيلفر. ايوه. فهذا هو اللي بنعمل منه. A tool which can tighten and loosen bolts. هذه هي اللي احنا بنستخدمها. ليش هذه؟ لأن أنت بتقدر تعدل الحجم تبعها لتتناسب مع حجم الراس تبعت الايش؟ البولت، الهيد اوف ذا بولت. Which indicates how much torque is applied. This helps to ensure that bolts are tightened enough but not over tightened torque wrenches. الآن أنا بقول ايش هذه؟ بقدر أضمن إنه البرغي هذا انحزق كافي، لأن أنت بتحسي بس مش زيادة، لأنه أنت آخر لحظات بتبقي تحسي إن أنت وصلتي لإيش؟ لا لا تقريبا الحدود، لانه بتصير ايش الحركه ثقيله جدا قويه جدا، بدك فورس زياده على اللازم بتعرف انك وصلتي للنهايه. طيب torque wrenches are also useful for checking that bolt joints do not work loose. يعني هذا ايش لما تيجي تحس تستخدم هذا بتعرف انه، لانه في الايد لو تيجي مسكتيها بتعرف ايش، بس لو تحطي هذا مجرد ما تحطيه وتيجي تحزقي بتعرف هذا مرخية ولا ايش محزوقة. هذا work loose يعني ايش؟ مرخية. That is they do not become loose over time. يعني لو في شوية رخاوة مع الوقت ايش بتلاقيها؟ رخوة ترخرخت. او يمكن بتلاحظوها في اي حاجة موجودة، السرير فيه مربوط ببراغي لو طلعتوا عليه مع الوقت بصير يترخرخ وبفك، لانه اي حركه. السياره يمكن بحكي العجل، لو العجل ترخرخ على طول بينكسر، بتكسر تبعات العجال هذول اصلا. طيب الواشرز اللي حكيت لكم عنها اللي هي الاسوره او الدبله اللي بحطوها في وين؟ في البرغي الموجود هاد، لان البرغي احيانا بده حاجه تعزل بينه وبين الجسم اللي بنركبه عليه او بنلحزق. Washer are metal disc which fit between the head of the bolts or a nut and the components being bolted together. دائما بنحطها هاي. ليش هذه طيب؟
Ordinary washers called the flat washers or plain washers. Flat washers or plain washers. هدول النوع الايش؟ التيبيكال. التيبيكال اللي هي الفلات اللي هي الشكل تبعها دائري بهذا الشكل. طيب. I have a larger outside diameter than the bolt head or the nut. عادة بتبقى مساحتهم أكبر من مساحة البرغ، وعادة هذه بتعطيني نوعا ما شوية مجال. لو البرغي كان حجمه صغير بتحطي هذا بتزبط معك فيها. طيب. طيب their wider area is intended to spread the load or distribute the pressure over the surface of the component as the bolt is tightened. يعني هذا ايش الميزه اللي بسويها؟ الضغط اللي بيجي بتوزع على كل المناطق. Spread the pressure. الآن تطلع على هذه، هذه ايش هي؟ بتلاقيها ايش ما ايش وضعها انا؟ مفتوحة وعادة مش مستوية. يعني بتلاقيها ايش؟ في وسع بينهم وبين الثانية. يعني ما بيجيش عقبال بعض. الآن لما انا اجي احزق ايش بتصير؟ الشكل تبعها بتطبق او الشكل تبعها بتغير. هذه سميناها ايش؟ هيليكال سبرينج واشر. هذا النوع تبعهم بنسميه سبرينج واشر. هذه سميناها بلين او فلات واشر. هذه هيليكال سبرينج واشر، هاي مفتوحه من هان. هذه بتلاقيها سميكه، يعني الارتفاع تبعها مش متساوي. هذه سميناها ايش؟ كونيكال سبرينج واشر. الان لما انا اجي اضغط بلاقي هذا ايش بصير لها؟ كومبريست، تنضغط. فهذا بتسويها. الان سبرينج واشرز ار ديزاين تو بي كومبريست، الهدف منهم ايش هذولا؟ ينضغطوا. To allow the amount of preload to be adjusted as the bolts is tightened. الان القوة اللي هذه الموجودة عليها ايش بصير فيها؟ بصير لها adjusting، بصير لها تعديل. تتعدل حسب ما هو مطلوب. احيانا بدك اياها حزق كثير، ايه؟ في كل شيء مربوط، اي قطعتين ميكانيكال، حديد، أي حتى الخشب احيانا بتلاقيه موجود. ايه؟ هي شكلها هيك ولا اه شكلها زي هيك. هذول موجودين، حتى انت لما تروح تشتري على محل البراغي بقول لك قلت البنات في شغلات كثير بعيده عن، لا تروحي على محل براغي بدك تشتري بتلاقي هذول بالكويت موجودات. واشر مش حيعرف، بقول لك بسموها يا اسوره يا دبله يا مش عارف ايش. In some situations In some situations, spring washers are used to allow a bolt to move slightly in order to observe shocks. الآن إحنا عندنا الشق إيش هي؟ المطب أو الحركة اللي بسرعة هذه بنسميها شق. فأحياناً الموجودة هذه اللي بنحطها الواشر، السبرينج واشر، بتخليه يتحمل هذا الشق، يعني بتعطيه شوية مرونة إنه يتحرك حركة خفيفة. Common types of spring washer are helical spring washer and conical spring washer اللي احنا اتكلمنا عنهم. الان نيجي نتكلم على التمرين الموجود. الان بشكل عام ايش اللي تكلمنا عنهم؟ الكلمات اذا بتطلع على، تكلمنا على الفاسنرز اللي هي عباره روابط، تكلمنا على البولتس والناتس، تكلمنا على السبانر اللي هو ايش؟ المفتاح. اتكلمنا على ايش كمان؟ الهكس او الين كي اللي هو الموجود ها. اتكلمنا على التريدز اذا بتتذكروا، والشافت مظبوط. الان الشافت تكلمنا الشكل تبع الهيد ايش قلنا؟ هولاج ايش قلنا؟ هكساجونال اللي هي ثماني الرأس، وتكلمنا عنه ممكن تكون هذه يعني أيوة ممكن تكون هي بنستخدمها هاي، وممكن تكون الهيد هذه إيش عبارة عن هول، الهول شكله هكساجونال. تكلمنا بعد هيك على
الفورسز، تكلمنا على الشير فورس، تكلمنا على التنشن اذا بتتذكروا، وتكلمنا على السيزر تورك او السيزر فورس. بعد هيك رحنا على الواشرز وقلنا عندنا نوعين من الواشرز اللي هي البلين او الفلات والسبرينج. والسبرينج عندنا فيها نوعين، هيليكال وايش؟ ايوه. الان نيجي طلع على الرانشز. الرانشز هدول ار ويل نون اكزامبل اوف فاسنر، صح؟ الرانشز ايش هو؟ مش فاسنر، هي تول فور فاسنر. ايش الفاسنر؟ البولتس، مظبوط. البرغي هو فاسنر. الرانشز هو الاداه اللي احنا بنحزق فيها البرغي. الرانش اللي هي الاداه اللي المفتاح اللي ايش قلنا عنه. ايوه مظبوط. In most cases nuts are screwed into bolts by turning them anti-clockwise. Clockwise. الماجوريتي قلنا ايش؟ clockwise، مظبوط. الماجوريتي clockwise. الاكسبشن اللي هي counter clock او anti clockwise. The threaded part of a bolt is the head. ايش الثريدد بارت؟ الشافت اللي ها او الشانك، الدراع تبعه، مظبوط. Threads are cut to form hexagonal pattern. هيليكال باترن اللي هي ايش؟ الحلزوني، مظبوط. Allen keys are designed to fit around the head of the bolts. ايش الالن؟ انتو، مظبوط. قلنا هذا اللي بندخلها في الراس، الراس بتبقى ايش؟ مفرغه، فبندخلها فيها. طيب الان we got to use the words in the box to fill in the blank. In the structural application اللي هي التطبيقات تبعات البناء، it is essential to ايش؟ البولتس. Tighten the bolts، مظبوط. مش لازم نحزق البراغي. It is essential to tighten the bolts. لازم نحزق، ضروري نحزق the bolts correctly. Okay. Firstly to make sure that joints are held together with the right amount of. ايش بدنا نحط هان؟ ايوه preload، مظبوط. هاي احنا رحنا ايش عندنا؟ تايتن وبريلود اللي عندها. اوفر تايم. هاويفر ذات داز نوت اند سكندلي تو هيلب انشور ذات ذا بولتس دو نوت ورك لوس اوفر تايم، يعني مع الوقت مش حايش يترخرخوا. ورك لوس. طيب However, that does not mean to say the tighter the better. طيب يعني هذا بتقولش انه لو كان محزوق زيادة على محزوق كتير افضل. If excessive force is used to over tighten. لو انا استخدمت قوة زيادة على اللازم لأحزق بزيادة. Over tighten. ايوة. في كلمة مش عارفينها. Excessive اللي هي زيادة، بزيادة. طيب. The bolt will no longer be strong enough to transmit the extra load to the joint. ايش يعني transmit؟ لا transmit. Transmit transmission أو transmission ايش هو؟ يرسل. Transmission إنه ينقل. هاي transmit the extra load، ينقل الحمل الزيادة لمين؟ للجوينت. الجوينت اللي هي ايش؟ المنطقة اللي الربط، للرابط. At this point various problem can occur. The shank may begin to twist as it is subject to additional ايش؟ torque. الان ايش الجسم هنا حيبدا ايش؟ تويست. ايش يعني تويست؟ يلوي. لما حاجة التوى
بنقولها تويست. فهنا ايش؟ لو احنا حطينا فورس زياده ايش بيحصل؟ تبقى تلتوي هذه، بعدها ايش بصير لها؟ تنكسر. مظبوط. طيب subject to additional torque from the wrench eventually causing the bolts to fail. يعني بتفشل حاجتين، يا بتفلت البراغي يا بتنكسر. طيب alternatively as the bolt is stretched due to increasing ايش اللي بسببها؟ tension in the shank, the force will be transmitted to the threads in the threads of the bolt and nuts. هاي قلنا التنشن. ايش اللي بدي يحصل فيها؟ هذه اللود او الحمل حيروح لمين؟ للتريدز. التريد اللي هي ايش؟ اسنان تبعات البولس وتبعات الهاي. فهذه ايش بصير فيها؟ احيانا الاسنان هذه تتكسر كمان. طيب the threads potentially causing permanent damage to the thread. هاي ايش بيسوي؟ بتخرب اسنان هذه الموجودة. permanent damage. This will not only make it impossible to subsequently tighten and ايش قلنا؟ loosen the bolts. Okay. Normally but also cause tension to be released from the shank as the nuts slip, reducing preload and compromising the strength of the joints. ايش احنا بيحصل عنده لو انا حزقت وخربت؟ ايش بيصير؟ تفلت مره، بترخي مره واحده. مظبوط. معناته لو رخت مره واحده كل شيء خرب، بدك تجيبي حاجه برغ جديده وحاجه جديده. المشكله كان بهاي، لو عندك نات مش مشكلة، بس لو عندك حاجة مر في جسم ايش بتسوي؟ خربت السن تبع الجسم، بدك ترمي كل هذه، بدك تاخديها عند حدا عنده ايش بسموه هذول تبعات المخارط ويخرط لك فيها، حنتها بتصير غلبة كبيرة. طيب احنا هذه بدنا الجزء الثالث بنتكلم عليها true and false correct the wrong answer. The purpose of all washers is to spread the load from the bolts across the surfaces of the components being bolted together. هذا كل الواشر، كل هدول، هذا لمين بتنعمل؟ بس الفلات او البلين، الباقي بزبطش فيها. البلين واشرز ار فلات. البلين ايش قلنا عنهم؟ شكلهم فلات. A spring washer change shape as a bolt is tightened. الشكل تبعهم قلنا واحدة بتبقى زي هيك، لما تنضغط ايش بصير؟ او الثانية ايش بصير؟ بتبقى شكلها منفوخة تنضغط. A spring washer ensures that no matter how much a bolt is tightened, the amount of preload remains the same. False. هي ايش بتقول؟ الله في ايش؟ to adjust ليش البريلود اللي عندي موجود. In situation where components are subjected to shocks, spring washer ensure that no movement occurs between the bolts and the components. False. ايش بتقلعه؟ some movement. عندي بصير في movement، هي احيانا بتسمح لي بشوية حركة موجودة. بنلاحظ اليوم اهم حاجة عرفناها من المصطلحات الجديدة اللي هي الواشرز. كلكم عارفين ايش الواشرز؟ طيب لا الدبلة او السوارة. هاي الواشر. ايوة هادي واشر. ايش اللي عندنا؟ قلنا الفاسنرز، هادي اللي هي ايش؟ الهاي. الان لما نيجي نتكلم على هاي الواشر وهاي البولت وهذه الهيد وهذه اللي قلنا عنه الشكل اللي زي هيك، ايوه ها
هذا بنسميه سبانر. كويس. المفتاح هذا، هذا سميناها ايش؟ الرنش. ايش اللي عندنا ضل؟ الالن كي. الالن كي او الهكس اللي هو الشكل تبعه تبقى زي هيك، وفي الايد تبعته. وهذا عادة بتلاقيها مش واحدة، بتلاقي كبشة موجودة مع بعض، هي ايد وإلها أكثر من راس موجودة. أيوة مقاسات. فهذه بنسميها الالن كي أو الهكس اللي عندي. إيش ضل عندي من الكلمات اللي مرت علينا؟ التورك والتنشن والفورس. طيب هذه بتعرفوها، مرت عليكم بالفيزياء. والشير فورس مرت عليكم. ضل كلمات معينة. التريد اللي هي إيش؟ الأسنان. الأسنان تبعت أو أحيانا إيش بتلاقيهم؟ التريد أوف ذا تايرز، مرت عليك أيام التايرز. إيش هن؟ هذا لكم تشوفوا جاهزين. العجل في له إيش؟ خطوط عليه. مظبوط. هذه بنسميها اللي هي التريد أوف ذا تايرز. الآن لما العجل يصير قديم الترد هذول بنمسحه، بصير العجل بنشر بسرعة. مرة تانية. فالتريدز اللي هي الأسنان أو الأشكال اللي هاد. الآن هيليكال إيش؟ الحلزوني الموجودة عندي. هيكساغونال ثماني. هذا بشكل عام معظم الكلمات.